حنايا كاين الناس يقول لك شوف مثلا هاد السنوات ما نقريسيهمش بالسمن، حنا نقريسيهم بالزيت. خاطر يقول لك دير السمن، حنا نديرو بالزيت. علاش ندير بالزيت؟ باسكو الحشوه باش تمشي لي هنايا. صح. لو كان دير بالسمن، السمن ينشف بالخف، تفريني ليه. من بعد الحشوه ما تمشيش كاع، ما تمشيش حتى اللوز ما يمشيش حتى من كوتي لكوتي، يحبس غير هنايا هنا ويحبس. دونك لازم الزيت. الزيت دوك ندير لك السمن وندير لك الزيت وتشوف لا ديفيرونس بيناتهم. شوف دوك ندير لك اكسبيريونس تشوف هكا باش تعرف. اكسبيريونس. هذا كيفاش؟ شوف دوك نبداو بالسمن. هاو لك السمن. شوف ديجا بدا ينشف. فهمت؟ وراك ياك. هذا الماء باش ما يلصقش يدي. عطيك برك يتفلوخ برك. شوف جاي تلصق. شوف شوف هذا بدها. هذا بدها. دوك نوريك من بعد نوريك كيفاش تشوف تاع انا ما نوزنش محمد بيدي هما كاع يوزنوا انا ما نوزنش باسكو عندي يدين زاد شوف ما يمشيش بزاف لازم نعبز مليح وليد ما تكيش مو انا ما كيش خلاص عمري ما كنت من هذا كي كنت صغير ومن بعد خلاص حاول في الفلوس دوك نوريك البلاطون تاعو ندير السمن هكايا باش يولي بريد من الفوق باش ما يجيش فهمتني نديرو دو باش نعدلو باش ما يجيش واحد طول حرج باش يجي هادو نحو باش نحو لي الخط تاع يدينا خلاص يروح هاي هذا بسمة قول هذا محشي اه بلا ما تزيدو الأخرى دوك نديرو دوك العسل دوك يعطيك بالزيت اه نونو شوف قبلوه مليح شوف هذا تاع الزيت ما نديروش الزيت بزاف غير باش ما يلصقش برك هذا ما خاطش الكو تاعو من بعد يروح دوك شوف لا ديفيرونس شوف كيفاش يجي هذا ما يلصقش هنا صح شوف صح ما يلصقش ما يلصقش ما كي يديرو لافور يمشي ديرك كي نديرو الحشوة ونديرو قلبلوس يمشي ديرك شوف يمشي مخيم باقي فهمت شوف يمشي صح لافور لا يفريني لازم هذيك نقدروا نخدموا كنا بكين نخدموا بصح السمن لازم يكون توجور سخون ما ينشفش شوف هاي ما من فوق ها هذاك اللي درنا له السمن ما نزيدولوش بعد كي نقطعوا مي هذاك مي هذاك اللي هذا نديرو له السمن نخلفوا له السمن تاعو هذا شوف 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 الاخرى شفت الاخرى واش تحكي باش كانت مقبله او يمشي وحده لا لا تاع شوف كيفاش الوجه تاعها يولي السام ساك شوف بريون شوف ها ممكن نقطع شوف كي نقطع ما يخرجش هذاك شغل تشرشيف شوف سام صح ها شوف وروح صور هذا هيك وشوف لا ديفيرونس اللي بيناتهم مي الكو تاع السمن يقعد هو هو حط له هنا فوق الطابله شوف هاي ديك تاعي هذه تاع السمن باينه تاع السمن وهي ديك تاع الزيت صح كاين فرق كبير على بالك Thank you.
هذه الشربات نبريباريوها نهار من قبل ونخلوها تربوزي باش تتقال وزيد بزياده كي تتقال وخل البلوز ما يتسقاش عاود هذا ورده مازال شويه والله وخل البلوز كي يتسقى ما يتسقاش بشربات سخونه لازم بارده لو كان سخون مع السخون يتعجن يتعجن ما كاش لا ولي كاع هكا غا يتعجن نهضر لك على السميد بون حنا شفنا السميد كيفاش لازم سميد الحرش وهاوليك السميد هذا الحرش دير كيلو سميد 700 غرام 750 غرام سكر ومن بعد تخلطو كيف كيف هكا ناشف في ساك ومن بعد ترش بالمزهر شويه مزهر ابيبري واحد الكاس تاع لاتاي هذاك صغير ودير واحد نص لتر تاع ما سخون ماشي سخون يغلي تقدر تدخل في يدك وتخلط وتخليه روبوزي حتى الغدوة ابيبري واحد 14 ساعة ومن بعد غير تجبدو تعاود ترش غير بالمزهر بلا عقل ترش بالمزهر ومن بعد تعجن القلب لوس تحسو بلي راهو بدا يحكم في يديك شغل ماشي معجن شويه يتفتت لك شويه في يدك ومن بعد تقريسي سنيوه اما بالسمن تحب بالسمن معليش كي تكون بتيت بلاطو معليش ماشي ان كرون بلاطو ولا تحب الزيت ونورمال زيت عادي صافيه نقيه نورمال اي زيت وتصبط تحب دير محشي تحب دير محشي تاع الجوز لداخل تحب دير تاع البيستاج تحب دير تاع البندق تاع البينيون كيما تحب نتاع حر وتصبط تصبط القلبلوش ديرو على اساس قباله وتقريسيه من فوق وتوجدو وديرو في كوشه ماشي سخونه بزاف 200 دوغري هذا هو القلبلوش ما في حاجه ما تكثرش السكر وما تخافش منه السكر ما لازمش يكون زياده على السميد خاطر يكون بعيد عليه واحد 250 غرام تاع بين السميد والاخر يكون السميد زايد على السكر 250 غرام ابيبري ويكون عندك الشربات تاعك شربات دير كيلا سكر زوج كيلات ماء يغلي مليح طرونشا قارص تغلي معاه ويبرد وتصفيه ولا بغا تخليه في الفريجيدار معليش والصباح كي طيب القلبلوس جوست كيما طيب القلبلوس كيما هكا روح شوف كيما هكا خرجناه من الكوشه ديريكت رانا شربناه لو كان ما تشربوش ديريكتومون راح القلبلوس يولي ما يشربلكش يولي حجره غير يخرج من الفور غير يخرج من الفور وقدا تحطو اونكا نسيت ما شربتوش تقصر وخليت القلبلوس تاعك تعاود تسخن الفور وتعاود ترميه ما ديرلوش شربات وترميه ترميه هو هكا كيما خرجتو يابس وترميه ابيبري واحد 10 مينوت ولا 5 مينوت يسخن شويه ينطلق وعاود تشربو بشربات عاود تريكيبري القلبلوس تاعك قلبلوس جامي يروح تعرف كيفاش تخدم القلبلوس تاعك جامي يروح شربات لازم تكون بارده بارده هي قدامك بارده كلاصي ما تكونش سخونه سخونه ما تقدرش تخدم بها يعجل القلبلوس وما يشربش القلبلوس شوف هكا انت تقول مازال شربات دوكا بيبري من بعدو عليه 10 مينوت يهبط يشرب الشربات شربو كاع هذا كيشا هذا كيشا بصاي دوكا هذا راه عنده ابيبري واحد 18 ساعة وانا نومي قاعد قلبلوس وما يفسدش حاجة قلبلوس يشد تقريبا واحد حتى شهر يشوف كي يكون برد الحال شهر شهر فريجيدار يقعد عادي شهر وبرا يقعد حتى دي جور دو جور 12 يوم ما يزيدش نهار مقبل زعما نقولوا في الليل كيما انا نقريه ما نجيب سهره نبريباريه والصباح غير ندخل نخدم قلبلوس صح باش يكون القلبلوس ترى مولا شويه يعني يكون السميد دخل مع السكر باش كي ندورو يتعلق لي فهمتني انا قلبلوس تاعي ماشي كيما قلبلوس تاع واحد اخرين بون قلبلوس يخدموا واحد يخدموه بصح انا نخدمو سبيسيال انا خديت القلبلوس هذا على عمي زبير الله يرحمه عمي زبير هو اللي علمني شاباتيس اللي تاعنا اللي كان هنايا انا كي دخلت كان في عمري 13 سنه تلاقيت هذا عمي زبير هو اللي علمني او مات الله يرحمه يسكن في البيار عمي زبير هو اللي علمني كربيش كربيش زبير من البيار من البيار هو اللي كان يعلمني هنا هو اللي علمني كاع هذا الميتي هذا ملي كنت صغير انا بديت معاه بيبري في 79 واش تقول على القلب اللوز كيفاش ولا يتباع برا كيفاش قلب اللوز انا واش راني نشوف بدات تروح السمعه تاعو ماشي كيما كانت زمان كنا بكري قلب اللوز كانت عنده سمعه كان الناس لاباس تاعهم في الدار هو القلب اللوز والزلابيه والقطايف ولي سيجار وديول هذوك عفايس مي القلب اللوز هو كان لاباس تاع كاع تاع الدار كيما تقول نتايا في رمضان الشربه هي الفرنساز هي المعلمه اما دركا ولاو دخلوا لنا العفسه هذه تاع لي بتي غاطو ولي غاطو ساك وغاطو فرونسي وعفايس هذوما نقص التقاليد هذا تاع القلب اللوز مي القلب اللوز انا نشوف في رمضان سي هو لاباز تاع
تاع رمضان. ميدا بلا قلب اللوز ماشي نوز. ها؟ ميدا بلا قلب اللوز. بلا قلب اللوز كيما قلب اللوز ميدا بلا حمود بوعلام ماشي ميدا. لا كوكا ولا يجيك. حمود بوعلام. تراديسيون تاعنا حمود بوعلام شربة قلب اللوز وزلابية. والقطايف كانوا أغلبية يخدموا في الديور. ما يشربوش المحوانت. يديروا مقلة تاع قطايف ويخدموها في الدار مع لي سيجار والبورك. هذا هو السيستم. واش رايك أنت في القطايف لما يخدموهم دوكاتك ب هما يخدمون بالفرينة. بالفرينة. ماشي بالسمون. ها هو راحوا العجايز هادو ما راهم كاع يخدموا بالماشينة. هم شراو دي ماشين يخدموا بصح هاد القطايف هادو ما يقدرش يشد لك ما يقدر كي دير القطايف ما يقدرش يشد لك 48 ساعة على فرينة ماشي سميد. تاع السميد كانوا يشدوا تحطها في الفريجيدار ما تقراش. مام ديرها بالعسل ولا ديرها تقراص باسكو هادي فرينة. فرينة ما تطيبش بزاف تقعد توجور عندها شغل كيما حنا كيما الخبز عندها الباب بالداخل. هذاك العجين هذاك هو اللي يخلي القطايف ما يشدوش يدوروا بالخط. واش رايك في الحلوى دوكاتك اللي دخلت اللي يسموها حلوى الشرقيه تاع الشرق؟ تاع الشرق. انا بالنسبه لي ماشي باش نكريكيتي ما كان والو. حنا الحلوى تاعنا تاع زمان جزيريه قنيدلات اسكندريه مخبز تاعنا تاع زمان اوفال هذاك. اما هادو تاع الشرقيه لما يدخلوها البقلاوه هذيك تاع سوريا وتاع تركيا ولا غير سيدي بيضون ما كان والو. بقلاوه تاعنا علي تاع زمان ناس تاع زمان كانوا يخدموا بقلاوه الله يبارك كانوا يديروها بالسمن واقفين معاها بالعجين يحلوها بالحلال ورقه بورقه بالماشينه وبيان وتخرج كروستينيون مليحه وفيها بنه تاع شغل كراميليزي لداخل وتجيب لينا بنت القرفه والمزهر وهذه هي البقلاوه تاعنا. اما تاع الشرق ما كان والو. علاش؟ بيسك فيهم عفايس خارجين عن نطاق تاع 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 لوريونتال. لوريونتال عنده يخدموا به بحاجه ناتورال ماشي حاجه اصطناعيه خاطش علاه. وهادو ما تاع الشرق كاع اصطناعي مام هادوك باتافيلو مخدومه في حاجه اللي فيها لاضات كاع ما كان والو. حنايا العجين تاعنا نعجنوه بيدنا ونفتحوه ونحلوه بالسمن وبيان ورقه بورقه ونحلوه بنشا ونطيبوه بالعسيل الله حنا نخدموها وكلش حنايا. مي هذيك تاع باتافيلو وهذه ما كان والو هذه كاع مرت وهذه نصيحه وكل واحد وحر. لا لافاكس عندك دير كيلو لوز محمص بون دوك واحد وحر يدير لا موتي ولا اربع محمص. محمص ماشي باش يتنحرق. محمص كي تقسم محمص تلقاه داخل مارون كلار كي نوازات وتلحيه اشي وتخلط دي شوت هكا تاع قلب اللوز لازم يكونوا شويه كراميليزي محروقين شويه في الكوتي. هذا ماشي تدلاح. هذا لازم يكون انا نهضرك على الميتي تاعي وين تعلمت على ليزونسيان ماشي تدلاح. قلب اللوز لازم يكون فيه شويه لي شوت تاع قلب اللوز لازم باش يمشي مع الاخر باش القلب اللوز كي تاكل الحشوه ما تكونش يابسه تمشي مع السميد تاع القلب اللوز. وما نديروش السكر ما نديروش ابار اللوز والقرفه والمزهر. ما كان لا سمن زيت تفرغ له الداخل ولا دير له كاش ليكسي نوازات ولا ليكسي ليكدا هادو والو. دير القرفه شويه شطوح تاع القرفه ودير لوز قريي بيان شغل برالين ونعطوه اشي باش اللي ياكل قلب اللوز يحس دي بتيت مورسو الداخل. هذا هو القلب اللوز تاعنا ما كان لا زايد ولا ناقص. هذه الحشوه تاعنا. والحشوه كي تكون كي تخدمها ما تشدش 24 ساعة قبل ما تطيبها. لو كان ما تقعد فوق 24 ساعة رميها تقراص. لازم تخدمها سور بلاص وتفينيها وتخدم قلب اللوز تاعك. غير هي اللي ما تطولش 24 ساعة كي ديرها في القلب اللوز. علاش ما تفسدش في قلب اللوز؟ راح تطيب راح تنشف كاع هذوك الماء اللي فيها المزهر والاخر كاع ينشفوا وتولي كيما السميد تاع قلب اللوز ناشف وتشربها وتولي عالي وتشد كيما قلت لكم 12 ساعة 12 يوم اسمحوا لي. هذه هي كي لحقت لهنا بعمي زبير كان ديجا في عمر عمي زبير 65 سنه. هو ديجا تعلم من عند تعلم من عند خوه واسمه رشيد خوه الله يرحمه مات قبل ومات صغير عمي رشيد. الناس كاع تعلمت عند دار زينات كاع هنا كاع لي زونسيان. انا خدمت مع مام عمي احمد وكالا خدمت معاه هنايا اللي حال في باب الواد كيما مديريه العامه تاع البوليس وكاين ولاد وحاكمين تما. انا خدمت معاه هنايا بصح عمي زبير هو اللي علم والاخرين كاع ما يعلموش. شوفه والله غير كاع
غير عمي زوبي اللي يعلم، عمي زوبي اللي خليك توقف معاه وواقف معنا وربينا في الخدمة وفي الفهامة وفي الهضرة، ويحبك باش تتعلم وتحب هذه الصنعة. أما الآخرين كاع ما يعلموكش، يغلقوا الباب على روحهم وما يخلوكش تعلم. أنا خدمت معاهم ما حبوش يخلوني نتعلم أبار عمي زوبي. كان رشيد هنا باباها في لاباتيسيو في فرنسا، مي ما كانش يعلم أبار عمي زوبي. أبار عمي زوبي اللي كان هو وندعي له بالرحمة، وكي كان خرج منا لا روتريت كنت توجور معاه بالمرصاد ونحوس عليه ونسكت عليه حتى مات، ما سمحتش كاع فيه. عمي زوبير كان غرون باتيسي، غرون باتيسي باباها في القلب اللوز والتزيريه والقنيدلات والبقلاوه، سي الميور هنا في الجزائر كاع، سي عمي زوبير. وخدم غير هنا عند لا ميزون زينات. خدم هنا عند لا ميزون زينات، هنايا حتى خرج لوتيل. وشيخ زينات الله يرحمه، ما لحقتش به عمي عبد القادر. عمي عبد القادر. ما لحقتش به. أنا ما لحقتش به. كان جن في لا باتيسي. كان هو شوف كان هو من هو البابا تاعهم هنا في الخدمة. كان الصنعة هذه يعرفها، يعرف الخدمة تاعها واش يخدمها، كانوا ما يقدوش يكلخوه، يعرف كاع لي ميزور تاع الخدمة وتاع الصنعة وتاع الآخر. واش تقول الناس اللي تجي تشري من عندك قلب اللوز؟ قول لهم مرحبا بكم، احنا ما نقولوش قلب اللوز تاعنا مليح، مي ذوقوا وانتم اللي تجيو، اسكم مليح ولا لا؟ احنا ماشي زواحل، وهذا وليدي. واش بعد لي حلواتي؟ والله غير يخدم معايا يعاوني. يعاونك؟ اه يعاونك. تحب الحلوات؟ نعم. راك تخدم قلب اللوز؟ نعم. انا تبيت شويه على بابا. راك تخدم تزيريات؟ تزيريات؟ واش تهني؟ بقلاوه. البقلاوه والقلب اللوز والعرايش. واش من الحاجات؟ واش من الحاجه اللي جاتك صعيبه في الحلوه؟ العرايش. العرايش وعرين. والقلب اللوز تخدمه بعينك مغمضين؟ يخدم باي. ويخدم بالميزان الجزائريه، هو اللي لي بول كي نكون وحدي انا وياه. هو اللي يحل لي بول تاع الجزائريه ويدير لي بول سواسا ميزان، ما يزيد ما ينقص. معناتها بلي عندك ما تفرح دوك كاين مار ولا كاين بيان سور نعلمو، ما يقرا نعلمو. المسيد بتجيه وتاع الصنعه هذه لازم نسقها له. لابد لازم تتعلم. وانا صانع انا ومرتي. صح. انا صانع انا ومرتي. وعندي بنات اختي علمتهم وعندي خوتي علمتهم. ماشي عائليه. عائليه ما طلقناهاش. هذا الميتي كما قال مدود به. مي هذه الحانوت ما نقدرش نسمح في هذه الخدمه. دخلتك في الدم. ما نقدرش. لا بغى نخدم باطل. جماوفو. والله ما الدراهم. نحب نخدم خدمه هذه. مي هذه شغل ساكنه في دمي وهذه ما لازمش كون نطلقها ولا يطلقها. الشباب هذو ما يتعلموش. وعلمت بزاف دراري اللي جانا بلا خدعه، علمتهم كيما علمني عمي زوبير. كاين اللي يخدموا في فرنسا، كاين اللي يحلوا حوانت في عنابه، كاين اللي يحلوا في قسنطينه، راهم يخدموا ومازال يسقسوا عليا وكذا والحمد لله. انا نشوف نعطي نصيحه هذو لي باتيسي. انت تعلمت تعبت، دراري اعطي لهم ما تعبهمش، اعطي له خليه يدي الصنعه. خليه تدي اجر عند ربي. خليهم مساكن وين نخلوهم لبرا وما نعلموهم. كي يتعلم واحد يجيب صاحبه يزيد يتعلم والاخر يجيب خوه ويقعدوا مساكن ما يضيعوش. الصنعه هذه تنفع تخدم هنا في اوروب وين يسحقونا. ميتي تاعنا سي الميور كاع. انا اشكر عمي مهدي اللي راه قايم بالواجب هنايا وربي يحفظه واستقبلنا باش نتعلموا. الله يعطيه الخير، هذا واش نقدر نقول لك. سيرتي عمي مهدي الله يبارك ندور في انسنا صناعه. انا نرفدو من عنده بزاف فاس قد ما نرفدو من عنده قولو قليل. ورانا ما بالمرصاد لا قلب لا ان شاء الله نتعلمو من عنده نولو حاجه كبيره. صافي هذا الله وصحه فطونكم.